القاهرة نائمة يلفها الظلام، إنها تطوي في رحابها كتل البشر من سكان القصور ومن سكان الأكواخ، تضمهم جميعا وحدة الحياة. الجميع يسترهم ظلام الليل، بعضهم يحلم وبعضهم يتأول، والمدينة تسعى بهم في موكب صامت يعلن امتداد الحياة مع البشر إلى نهاية يعلمها الله. ماذا لو تسللنا بأعيننا إلى ما وراء الجدران والحوائط؟ وماذا لو تتبعنا هذا البصيص المترنح من الضوء؟ ماذا نرى؟ أشباح هزيلة عصف بها الجوع فألقاها في زوايا الخرائب كأنها بقايا مكنسة ضخمة. إنهم أطفال مشردون، إنهم نفاية المدينة، يستلقون متضامنين مبعثرين كأنهم حفنة من قمامة، ولكنهم أطفال صغار، أبدان طرية غضة، بشر جدد. من جاء بهم إلى هنا؟ أنا أول، وكان يخلفني في الدنيا عشان يذلني. ده مفيش يوم نصفني أبدا، ده أنا باخد اللوم الحياة بسرعة منه. ده رب ده ربنا يوعده مش أنت تاخده. وإني مكور عينك بالشكل ده؟ ربنا مكمية على عين، إن شاء الله ربنا يوعده مش هكف إيده. أصل كان قاعد يلعب تاني.
وكرشة وأباوة وحجيب لكم برتقال واستفندي وكل حاجة. خش يا واد. ادخل. واد ابراهيم. اه يا معلم. ايه دول يا ريس؟ محصول جديد فبركهم كويس. عاوزهم على الكسترة. عينيا. او النبي يا عم اقتلنا لحسن حنصرك. يلا خش. على فين يا عم؟ ادخل. ايه ده يا عم ده؟ ما تبقاش غلباوي خليك مطاوع. الله. تعالوا هنا. هو تكون الحمام زي خوبه؟ هو حد يزعل الحاج لا تكسر نفوخه. يلا خش بيهم. ايه ده تخش بيه؟ حرام عليك. خش 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 بقى. حرام عليك. خش خش خش. هات فضيحة تاكل. هات اسكت. خد تمموا الثلاثة. خد امسك امسك. استسلموا للمصير المحتوم وكان واضحا جليا. يلا عوض يا أستا بلدي أصحن ولا تعوض. التقطهم الشارع ليطمس نقاء طفولتهم ويواري وداعة صباهم ويدفعهم دفعا نحو الانهماك في الجريمة. انبسوا في جنبات المدينة كوطاويط الليل الجائعة يختطفون قوتهم عنوة واغتصابا. تحركهم الأيادي الغليظة وترعبهم النظرات الشريرة وتلهبهم الصيات الدامية.
ويصوغهم للجريمة عتات الليل من لصوص المدينة وقطاع الطرق فيها. وبرز فيهم ربيع، إنه يلون ورق اللعب في يده كيفما شاء، ويلعب بالزهر في خبرة عجيبة، وتحددت طباعه في شخصيته وذكائه وجرأته. ولكن العيون الساهرة وأيدي رجال الأمن القوية سرعان ما تمتد إلى التقاط هذه المجموعة الأفاقة الشاردة، وقبض على ربيع. وها عجلة الزمن تدور بهم وتقذفهم من إصلاحية إلى إصلاحية، ومن سجن إلى سجن، ومن زنزانة إلى زنزانة. كلما خرج أحدهم من وراء القضبان، كلما عاد إليه من جديد ليجد في ظلام السجن فكرة ناقمة تدفعه للحياة نهبا واغتصابا. ومضت السنون، ويفتح باب السجن الكبير ذات صباح ليلفظ من فتحته شابا يبدو كالمارد المهزوم، هو ربيع. سلخ السجن من عمره أزهى أعوام شبابه، إنه يعود ليطل على موكب الحياة الحافل من جديد بعد أن غاب في الظلام سنين طويلة. إنه يشعر بنفسه كالغريب الوحيد الضائع. كم تغيرت المدينة. إنه يبحث عن عمل شريف، ولكن متأسفين ما تشغلش لزايا. ما أبعد الفرق بين الحياة في رحاب الضوء وبين الحياة في عتمة السجن. إنه يريد أن يستريح، يريد أن يستقر، يريد أن تستمر معه هذه الحرية الرائعة المسالمة التي ينعم بها الناس حواليه. هل يستطيع؟ أنت مجنون؟ مفيش شغل، اطلع برا. كان لصا وكان شريرا وكان مقالا، فلما لا يتحول ببساطة ودون عناء إلى مواطن شريف مجد طموح؟ ألا يمكن؟ دعو، عارف. خد دي، لو النبي ما تكسف مني لك اللي انت بيه. انا عارف. تعرفك ما يحسش بالوجيعة اللي بيقاسيها والفقر ما يستخباش. عمرك كم سنة؟ اليوم من عمري بسنة، من يوم ما اتولدت وانا كده، وهعيش طول عمري في طلطيم وحواري وشوارع. ايه، اتوكل على الله. المدينة كلها ترفضه، وتلك الصحيفة السوداء في يده تقف كتعويذة مشؤومة تمنع عن فمه القوت وعن جسمه المأوى. والمال، المال يخطف بصره يمينا وشمالا في أيدي الناس. هل يموت؟ هل يموت والجوع يمزق أحشاءه؟ كلا كلا، إنه يمزق صحيفته المشؤومة، وإنه يصمم على شيء خطير. لقد تحدى ربيع القدر. إنه يسرق من جديد. عاد ربيع إلى سيرته الأولى. مين؟ ربيع؟ قوم يا ربيع. انت مين؟ التش يا ربيع، مش فاكرني؟ اخص عليه. بكر. ايوه بكر. بالحضن يا بكر، انت فين يا بكر، انت فين؟ ولكن القدر قد لعب لعبة اخرى، والتقى ربيع بزميل طفولته واخيه في التشرد والبؤس، بكر. وعملتوا كل الكتاشين زي دي؟ ثلاث نسخ. واتفقتوا مع الراجل؟ ايوه، هياخد 2 جنيه عن كل كوتشين. 2 جنيه؟ كتير يا هندي. الراجل اللي كنا بنعامله قبل كده كان بياخد جنيه بس. ايوه، لكن ده دكانه جنب البيت على طول. ما شفتش انا المحل ده. اصله فتح جديد. وفهمته؟ كل حاجه. المرسال اللي هنبعته له هيقول له على كلمه السر يقوم يفهم، وبدل ما يديله كوتشينه سليمه هيناوله كوتشينه من دول اللي احنا مضطرينه.
وتتفتح الكوتشينة قدام الزبون سليم 24. استناني شوية. أما جبت لك حتة فص ألماس مفيش في الدنيا زي فص ألماس ليا أنا وريني. لا 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 غمضي عينيك، غمضي عينيك يا أولاد، عد لغاية ثلاثة وفتحهم. واحد اثنين ثلاثة. واحد ده الفص. فص؟ مش مصدقاني؟ اسألي هندي، هو ده الفص ولا لا يا هندي؟ فص ايه يا سيدنا؟ ما تفوه، ده راجل. مش عارفه؟ لا. طبيعي. بالحضن، بالحضن يا غالي، اهلا اهلا. ازيك؟ سلامات يا ربيع، ازيك يا حبيبي؟ انت فين يا ربيع؟ وفين اراضيك اخويا؟ اهلا اهلا. ازيك؟ يا ست هاني، الشخص ده اسمه ربيع، ده اخونا التالت بكر حريف، مش كده؟ وانا راخر حريف، انما ده هو ده اللي بدع الحرفنه، الصنعه الصح، وخفه اليد اللي على اصولها تلاقيها هنا. سلم على الست يا ربيع، بس اوعى تلطش الخاتم اللي في صباحها. خليك بعيد. هندي افن كوتشينه جديد. عينيا. افتح الكوتشينة دي. تلعب؟ انا ما العبش بكوتشينة مضفرة. لا فص. كنت بتشتغل ايه؟ اي شغلانة اكل منها عيش. كنت فين قبل كده؟ في السجن. تحب تشتغل عندي؟ اشتغل، بس ترضي تشغلي عندك واحد صاحب ثوابت؟ انا ما تهمني الثوابت. خلاص انا اشتغل في الحديد. انا بكر. عينين بكر. الهدوم دي تتغير. اسمك ايه؟ ربيع يا فندم. ربيع. ربيع هيشتغل هنا من الليلة دي. طيب 200 جنيه. 50 جنيه. 50 جنيه. كاري ربا. ما ينفعش يا مدام. كاري اس. يا سلام يا بكر، حظك نار. نعم. 30 جنيه. 40. 40 يا ست. أشكوا بالأدب. تنكر. كارت. كل واحد كارت من فضلك. كارت. سيرفي. 50 جنيه. 100. صلت. شفتك. كاري أس. آسف أو ما ينفعش. تريد فلوش. خد لك سكة. ماشي 500 جنيه. حساب الليلة يا أمورة. براف.
ايه رايك فيه؟ اعصاب من حديد. مش قلت لك ده كنز؟ ربيع ضروري اجي؟ ايوه يا اخي، عايز اتكلمك في الشغل. تتكلم، انا سامع اهو. عجبك الجو بتاعنا؟ جو؟ قصدها يعني الاكل. الناس اللي لعبت معاهم. فرضيات كلهم. العبهم وانا مغمض. اهو كل اللي بيلعبوا معانا بالشكل ده. تحب تلعب لحسابنا؟ انت وفردت ايدي. تلعب بالمية ولا تاخد مبلغ مربوط يوم تقبضه، كسبان خسران. ما تفوليش عليا بالخسارة. يا اخينا مش كده، حسن ملفظك. حاضر. تدفعي كام يا ست؟ خمسة جنيه. اتفقنا. سلام عليكم. استنى يا اخينا، رايحتين. محبات عندك؟ ايوه. احنا من هنا ورايح مش هنفارق بعض. ربيع! ربيع! بكر. نعم. حصل صاحبك وبعزمه معاك على الغدا. حاضر، تصبح على خير. ما خدتش بالك منها كويس في البيت. بص، شوف الجمال وشرطة العين، تدويرة الوش اللي تجنن. يا بختك يا ربيع اللي معرفش الحب ولا انكوتش بناره. ما عجيبة دي، انت بتحبها وبتحبك؟ امال ما تشعيش معاها ليه؟ عشان لعبتنا ما تتكشفش للزباين اللي بصطادهم كل ليلة يلعبوا عندها. الله، معقول تاخدوهم من الكازينوهات والكباريهات وبعدين ينزلوا هم وتستنى انت ودي تيجي؟ لا، انا اتنصحت يا بكر. وايه الصورة دي؟ الصورة دي جننتني لما شفتها في المعرض واشتريتها. الصورة دي كل ما اشوفها اتخيلك يا ربيع واقول فينك وفين صوابعك الحلوة. علشان كده اول ما شفتك افتكرتك وعرفتك. الله، انا بكلم مين يا خينا؟ قول يا بكر. صاحبتك دي عندها لعب بالشكل ده كل ليلة؟ بتسأل ليه؟ 150 جنيه في الشهر، في شهرين يبقوا 300 جنيه، كمان كام شهر وهفتح لك قهوة لها العجب. بس استنى عليا. يلا يا عليا شهلي بسرعة، قولي الطباخ يخلص احسن لانهم جايين من عينيا. تعالي هنا يا بنت، ايه الحكاية؟ دي أول مرة أشوف الست مهتمة لدرجاتي. تقدري تقولي لي مين هو صاحب الحظ الكبير اللي هيشرفنا النهاردة؟ أنا عارفة يا أخويا، علمة. أمال في الربيع؟ سبته غرقان في النوم، مرضيش يجي معايا. أنا مش كنت عازماها الغدا؟ أيوه، لكن فضل إنه يعزم نفسه عن النوم عندي. مسكين، الزهر عليك عن النوم. هاتلي شنطة مش فنيرة. على فين؟ دي أول مرة أشوفك عصبية بالشكل ده. قلت لك متضايقة. ناوية تروحي فين؟ أي حتة. العصبية دي كلها علشان ربيع ما جاش. أنت مجنون. هنلعب إمتى بقى؟ بعد 10 دقايق، إذا ما جاش اللي إحنا مستنيينه نبقى نلعب إحنا. بابا، ما نلعب إحنا ولما يجي هو ينضم علينا. ما تعودناش على كده يا عمر. لعب يبتدي يعني اي جرد يضرب الباب ما يتفتحش. كمان اللي مستنيين خسر كتير قوي امبارح، والهانم تحب تديله فرصه تانيه يمكن يعوض. اه، وده اللي قاتلني وربيتني بضباره في البيت دي. رجه ونظافه وحاجه حلوه وبنلعب مع ناس كويسين قوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. شرفت. شيريو. شيريو. ايه ده، بتسلم عليا كويس، انا عارفك. انت متاكد؟ قوي قوي، مش انت الخسران؟ خسران؟ ايوه، قالت لي المدام انك خسرت عشيه هنا كتير قوي. افتكرت. ايوه. مساء الخير. اتفضل. يلا يا جماعه، خدوا الفيش. اتفضل. يلا اتفضلوا.
لا حضرتك تقعد هنا لاحسن. انا انا فرصة هنا امبارح. انا حاجزه بينا، انا حاجزه بينا والله، حاجزه بينا. البيشي عليا. ايه انا عايز ب 200 جنيه. حط دول في الخزنه يا بكر. على عينيا يا حبيبتي. كنت مدهش الليلة يا ربيع يا فندم. لا ما انا خلاص حفظت اسمك. تعرف انا زعلانة منك. ليه يا فندم؟ عشان ما جيتش تتغدى معانا حسب وعدك. انا ما وعدتش اني جاي. مرة تانية. على فين؟ مروح. انت زهقت منا ولا؟ لا ابدا، بس ميعاد الشغل انتهى. انت ما عندكش تفكير الا في الشغل. الحياة عايزة كده. ابدا. الحياة عايزة الانبساط. عايزة الفرفشة. كل نومه وتنطيطه احسن من فرح طيطه. صاحبك ده ما بيشبعش نوم. بينا بكر. انا عندي فكره، انا مش جايني نوم والفجر قرب يطلع. ايه رايكم لو نقعد ندردش في الشغل ونبعت عليا تجيب لنا فول نفطر سوا؟ وعليا ليه؟ انا السيد من يوضب لكم الفطار يا نن عين النن من جوه. طب اديني المفتاح يا بكر. اصدقك ليه ما تخليك معانا؟ معلش مره تانية. امرك. اسمعوا على خير، وانت من اهل فول وبيض. مش حافظه. ليه؟ حنان مبسوط يا عم؟ خبر ايه يا ربيع؟ تسافر ولا ايه؟ لا انا هسيب هنا وماشي. ليه؟ في حاجه مضايقاك؟ انا ضايقتك كفايه، وفوق كده عايز اقصر الشر. احسن يا ربيع عشان ما نخسرش بعض. نخسر بعض؟ أنا عمري ما بعت راجل علشان حرمة يا بكر. متشكر أوي. وناوي تسكن فين؟ أجرت شقة، لما تتوضب كويس هخليك تزورني إن شاء الله. لا والله كده احسن، الواحد لما يعيش لوحده يستريح. ايوه خدت شقه جديده، انا ما فرشتش شهر اللي فرشها من اولها لاخرها. سينما الليله؟ طب اشمعنى سينما الليله دي؟ وبكر هو فين؟ هيكون مجنون معانا في السينما ولا لا؟ طيب يا ست الساعه 9 ان شاء الله. مش رايح السينما ولا ايه؟ حسيت بشوية تعب قلت استريح. تعال. مال فين بكر اللي كان هيروح معانا السينما؟ جه ومشي. ما تيجي جنبي هنا، مش قادرة ازعق. اتكلمي بشويش من عندك، انا سامع كويس خالص. انا ما احبش الخوافين. مين الخوافين دول؟ اللي خايفين يبقوا جنبي لكلهم كده. طب اديني جيت جنبك علشان تعرفي اني مش خايف. يا خبر، بترتعش كده ليه؟ برتعش من ايه؟ مني انا. هاني وانا ربيع. قربت مني من النار اللي في دمي. كنت بفتكرك مشغول بحد. عارفة مشغول بمين؟ بمين؟ ببكر. بكر اللي بيحبك من كل قلبه. بيحبني لكن أنا ما بحبوش. يجوز. كل شيء جايز في الدنيا دي. لكن في حاجة يمكن أنت ما تعرفيهاش.
احنا اللي اتربينا في الشارع عيانين بحاجه اسمها الوفا، مش ممكن نخون بعض ابدا. تعجبني يا سي وفا كده. شايفه العقب ده له قيمه؟ طبعا لا. بكر وافي للعقب ده اللي كسبه ملالين، يبقى مش معقول اكون انا مش وافي لبكر اللي عملني بني ادم من جديد. سعيده. الو. ايوه انا ربيع يا بكر، هاني موجوده وهتكلمك. اتفضلي. الو. بقى سايباني ارن هنا ساعتين وقاعده مع ربيع لوحدكم في البيت الند الخاين؟ يظهر انك نسيت نفسك. افتكر كويس انت مين وانا مين. ما تديش نفسك حقوق ما كانتش لك ومش هاكلك في يوم من الايام. الو الو. قتلته واستريحت؟ لو لقيته هنا كنت قتلته. كده مره واحده ربيع يخوني انا ومعاكي انتي؟ انت فاهم فيا ايه؟ اي حد يختلي بيا بيتي يعني معناه انه اصبح عشيقي؟ كان هنا في غيابي بيعمل ايه؟ تقدر تفهمني انت مين قبل عشان لما يجي في غيابك تبقى حد ويبقى خانك معايا؟ فهمني انت مين؟ انا اللي دابح نفسه علشانك. ما غصبتكش. بحبك يا هاني. ما احبش اسمع الكلمه دي منك تاني، ولو سمعتها منك تاني مره يعني معناها ما تجيش البنت ابدا. ايه ده؟ كده. طيب انا عارف اللي هعمله، انا هريحك منه يا هاني. يكون احسن لو تريحني منكم انتوا الاثنين، ده اللي بتمناه. هتشوف. بتمنى
ضروري يجدد الميعاد ويربطنا معاه. اذا كنت متضايق روح. انا مش متضايق. مين قالك ان انا متضايق؟ ان شاء الله يقعد يخسر للصبح. خليك لطيف، تعال نتفرج على لعبهم. من 10 سنين ما شفتش بارتيدة بوكر تتتيت. فاضل كتير. اخر كور. صل. شفتك. 13 تكسب. قول لي يا اخينا، ايه حكايه ال 13 اللي يكسبوا 4 آس؟ دي حاجه لسه بدري عليك علشان تفهمها. حصل خير؟ دي اول مره في 2.5 شهر بيخسر. ايه زعلانه يا ست؟ انا هقول لك، اديني المحفظه. اتفضلي. أنا اديتك 100 جنيه عشان تلعب بيهم. دول 20 يبقى خسرتك 80. ال 20 جنيه دول هدية مني. وادي ال 5 جنيه بتوعك. إيه العطف ده كله؟ ابسط يا عم، الدنيا مزهزهالك. عواطف وفلوس من الست، ومين عارف خنصرت في جيبك إيه كمان. اسمع بقى يا بكر. أنت قلت لي في بيتي وما كلمتكش. رفعت إيدك عليا اكتفيت إني أدافع عن نفسي. لكن هنا مش بيتي. ده بيتي أنا. وبيتي كمان. وما دام بيتك بقى علشان تعرف ان انا معلمك. خد. انت ما تكتك عليه مش هتخش هنا ابدا. سامع يا بكر؟ يصح كده يا ربيع؟ انا بني ادم، البني ادم له احتمال. وعلى فكره اذا جالك اللي كسبني بيشغليه عندك، ده لعيب محترف وكان كاشف كل اللعبه بتاعنا. ما انا عارف. قولي للبجم ده عشان ما كانش عارف. ربيع ربيع ربيع. اوعي ربيع. كده سيبيني بلا فرق يا شيخ. سيبيه. انا كمان دم ولحم. انت بجم. رايحين فرح الضلع عندكم، والعربية تعطلت مش عارفين نعمل ايه. والفرح فين؟ جبن الفيوم بعشرة او 15 كيلو. اتفضلوا. مع السلامة. يا بختك والله هنياني، ويا ريت كان حليب الفاني.
انت ايه؟ انا فاطمه. فاطمه ايه؟ فاطمه، ما شفتش فاطمه في الفرح. انت اللي كنت بتغني في الفرح. انا. طب وايه اللي جابك هنا؟ انا. ما انا عارف انك انت ايه اللي ركبك هنا في العربيه. انت زعلت يا خال؟ انا بسالك جاوبيني. وانا قلت لك تصدقني؟ قولي لما اشوف هتقولي ايه. انت سكتك على وين يا خال؟ على الفيوم. خدني معك كده من غير ما اعرفك. شوف يا صاحبي، ان كنت خايف مني نزلني هنا واتكل على الله. انت بلدك فين؟ كل يوم ليا بلد. وعايشه ازاي؟ زي ما شفتني. ورايح لمين في الفيوم؟ ما لي حدا غير الله ونعم بالله. بس يعني شوف يا خال، اعمل صواب لله يمكن يكتب لك. انزل يا خال. لا خليك راجل. اسف يا استاذ، الموجود عندنا اوضه واحده بسرير واحد لكن فيها ست نوم. يعني ما عندكوش اوضتين كل اوضه بسرير؟ الموجود اوضه بسرير واحد. هي الست. الست اختي. استريحوا مؤقتا الليله دي بالاوضه الموجوده، وبكره نعمل ترتيبنا على اوضه ثانيه. مفيش مانع. يا عبدو ودي الست اوضه نمره 21. حاضر. أول مرة في حياتك تحضر فرح وتحس بالفرح، أول مرة تقعد في وسط ناس نضاف، الفقر ما وسخهمش والطمع ما لقاش طريق لنفوسهم، ناس رؤوسهم مرفوعة ما تطهاش فقر ولا إجرام، اليتيمة عديمة الأهل منهم ما استحملتش ذل الإحسان وشردت، حالها زي حالك يوم هربت. فاكر؟ كنت فاكر نفسك هتعيش، اتقتلت بالحياة، تسيبها تتقتل هي أخرى ربيع؟ لا، حرام، حرام يا ربيع، حرام. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه الاكل وصل؟ ايوه يا فندم. طيب. عوف يا فاطمة. عوف عليك. تعرفك من ساعة ما خرجت من هنا وانا عمال الف وكل شغلانة تنقضي. الخير لأهل الخير يا خال. بعت العربية بيعة كويسة والحلم اللي في دماغي هيتحقق. قول ان شاء الله متقدم المشيئة يكسب رضاه ونزيد له الحاجات. ان شاء الله يا فاطمة. اقعدي بقى ناكل الاكل يا بنت. تاكلي بطاطس ولا تاكلي ملوخية؟ كله مليح. ايه يا فاطمة؟ ما سميت. سمي لا يشاركك في الطعام شيطان. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. خال، اعطيني دستور بعد الطعام خلينا اروح. تروحي فين يا فاطمة؟ اعتمادي على الله يرزقني بشغل اتعيش منه. اسمعي يا فاطمة، انت ربنا بعتك علشان تنوري نفسي وتنوري حياتي. انا عمري ما كان ليا حد اهتم بيه او احس انه مسؤول مني. قبل ما اعرفك عمر ما حد استناني على غدا ولا على عشاء. خليكي معايا يا فاطمة، ما تسيبنيش، خليني اهلك وخليكي اهلي. انا النهارده اجرت القهوه واجرت شقه قدام القهوه
وهبتدي حياتي من جديد. ما تسيبنيش يا فندم. تتجوزيني. يا ريت. الجواز سترة للحرمة يا خالد. كده؟ طب كل دي يا فندم. كل دي. وكمان دي. مش عاجبه يشوف له قهوه تانية. ايوه جايين. هالعش جميل وحلو وزين كان غايب عني وعنك وين يا شريك العمر ويا ضي العين العمر ابتدى من هذا اليوم. من هذا اليوم وبعد اليوم من هذا اليوم وبعد اليوم اتهني يا عيني وشوف النور. من هذا اليوم وبعد اليوم اتهني يا عيني وشوف يا شيخ. ما تتكلمي نحو خلينا افهم انت عايزه تقولي ايه. نتكلم ايش بتريدي نقول واللي ما نعرفه نتعلم. بلدي. كلميني بلدي. بلدي. اه بلدي. شوي شوي. ولد ولا بنت؟ ولد يا اخويا اتربى في عز. وادي البشاره. ربنا يخليه لك. الحمد لله على سلامتك يا فاطمة. تسلم من كل رد. ايه رأيك؟ أنا حسب الواد رزق. الرأي رأيك يا رب. حلو. قمر. قمر يا فاطمة قمر. نفسي يا ربيع أشوف رزق راجل. أمال أنا إيه؟ راجل. راجل ونص. الدنيا ما سايعة فرحتي يا رزق. ولسه لما تشوفيني قاعد على القهوة بستلم من المكان. يحرسك الله من العين يا ولد. هيبقى سابق. قدم المشيئة يا ربيع. إن شاء الله. على فين؟ على القهوة. طب ما تاخدنا معاك يا أخي. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم يا جدعان. السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب معاك. يا الله. اقعد بقى هنا يا معلم واستلم الماركات على بال ما اجيلك. اهلا اهلا. صباح الفل. صباح القشطه. ايه النور اللي هاد علينا ده؟ بسم الله ما شاء الله. الله يحميه ويخليهولك يا معلم ربيع. ازيك؟ الله يسلمك. اهلا اهلا. كفك يا معلم رزق عشان التبارك. ازي صحتك؟ كويس يا عم؟ قوي قوي. وانت كمان؟ بارك
ومنك النهارده يا عم، ما سيبش الكيس. ايه ده؟ ايدك مال؟ سيبك خالد. يعني عركه. طالع لابوه واد مجدع. طفي حكيت نار من جبينه. هو اتعشى ايه؟ ماذا كذاب؟ الحق عليك يا ربيع. الحق عليا فيه؟ هو انا اللي عيته؟ الواد لسه صغير، خدته معاك القهوه وحسدوه. حسدوه ده يا شيخه؟ بلاش كلام فارغ، ولا حسدوه ولا بتاع. تلاقي الواد خد برد ولا حاجه. اسمعني، اديله انت اسبرينتين وانا هروح اعمل له كوبايه شاي، وبكره الصبح يصبح عادي. قدم المشيئه يا ربيع، قدم المشيئه. ربيع ربيع ربيع، تعال ابنك صبح رايق، تعال صبح عليه يا شيخ. الحمد لله. صباح الخير يا جميل. صباح الخير يا معلم. وريني كده لما اشوف. لا ده احنا بقينا عال قوي قوي. مش انا سافرت خلاص يا ماما؟ الحمد لله يا ولد. خدني معاك القهوه. لا بلاش القهوه النهارده. مش القهوه بتاعتي، مش انا المعلم رزق. انت المعلم رزق الكبير، والقهوه بتاعتك والبيت بتاعك وكلنا بتوعك. طب خدني معاك القهوه النهارده. الليل كنت ساخن يا حبيبي، كن اليوم في الدار. وبكره اول ما تصحى ان شاء الله. ان شاء الله يا رزق اخدك معايا على القهوه. قوم يا حبيبي، قوم غسل وشك. تسقيني شاي ولبن؟ بسوي لك الشاي على النار يا حبيبي، قوم. قوم يا معلم. مش عيب يا معلم تعمل كده. بسم الله. بعدين يا معلم بقى، ما بلاش هزار فاضي بقى، قوم وقف. اوقف يا حبيبي، اوقف يا رزق. اتفضل. الواد مش قادر يقف. ما قادر. رزق، اوقف يا حبيبي، اوقف يا ضناي. ثم العيون قطر في دمك يا ولدي. تعال تعال يا رزق، شيلي معايا فضل. استريح يا حبيبي. حاسس بحاجه؟ احنا لازم نجيب له دكتور. هو انا عيان يا بابا؟ انت بخير يا ولد، بخير يا حبيبي. غريبه دي. ليه؟ هذا حسد، ما يعرف طب وطبيب. طب وبعدين ايه العمل يا فضل؟ نعمل له رقوه من العين تبعد الشر عنه. تعرفي تعمليها؟ هذه اقراها راجل طيب بينه وبين الله عمار. يا ده مخشر يا ابن شرشر، حقي قوتي وصفوتي عليك، مأمورك حالا ان تحضر لي ملك الجن الاحمر. ها؟ لا لا لا، دي ست طيبه غلبانه. ايوه 10 جنيه كفايه. لا لا مفيش غير كده. اسمعي يا ست، اتفضل هاتي 10 جنيه اوام. دستور دستور، هلو اهل النور عايزين الطيور ركبة حنطور. ايدك يا بني على حق البخور. طمني، ازاي يا رزق؟ والله زي ما هو يا معلم متولي، انا اتضحضحت من المصاريف. اللي مجنني ان الواد كل جتته سليمه، رجليه هي اللي مش قادر يمشي عليها. والحكيم قال لك ايه؟ حكيم، هو الحكيم هيفهم اكتر من المشايخ. مشايخ ايه يا شيخ؟ المشايخ للبركه مش للعلاج، يفوتوا على الواد عيان 20 يوم، ما توديش الحكيم ده كلام ده. عارف بقى، ما انا جاهل وتصرفت على قد عقلي. وعايش مع جهل. قوم هات الواد نوديه الحكيم يا راجل، قوم. الحالة دي شلل الأطفال. شلل الأطفال؟ أيوة، ولادي بيشوفوا دكتور اختصاصي، وأنا أنصحك تسافر مصر حالا دلوقتي. مصر؟ أيوة مصر. أروح لمين في مصر؟ دكتور شوقي. طمني يا دكتور. الولد ده مريض بقاله قد إيه؟ بقاله شهر دلوقتي. يؤسفني أقول لك إن الولد حالته خطيرة جدا. يعني هيفضل مكسح؟ مش هيمشي؟ المرض المصاب بيه ابنك ده له علاج خاص ومدته حبته، ولذلك انا انصحك انك توديه مبره الاشراف الخيريه. هناك هيكون العلاج رخيص، مع العلم بانك هتوفر كل ما ليه من مكسبك عشان تصرفه على ابنك. امرك يا دكتور. انا ارحب بوجود ابنك في المبره عندنا، واتمنى من كل قلبي انه يخرج بكامل الصحه. انا عاوز امشي، والنبي انا عاوز امشي، انا عاوز العب بالكوره زي العيال. حاضر يا حبيبي، بكره تمشي وتلعب بالكوره زي العيال. تسمح تريحه على الكرسي هنا شويه؟ استريح يا حبيبي، اسم الله عليك. والله انا مش عارفه اقول لك ايه. المرض ده يحتاج الى عنايه مستمره، كهرباء وابر ومقويات وتدليك، وطبعا تتكلف مصاريف كتير
والمبرة عندنا هنا ما تقدرش تعمل الحاجات دي كلها. أنا مستعد لكل طلباتك يا استاذة. خليك صريح معايا، الدكتور شوقي شرح لي حالتك في الجواب اللي قريته دلوقتي. أنا بيع هدوم يا استاذة. المسألة مش مسألة بيع هدوم. يعني أسيب ابني يموت ما بين إيديا؟ لا، بعد الشر عليه مش هيموت ولا حاجة، هنعالجه وهيخف، بس من غير ما يكلفك المصاريف اللي أنت مش قدها. طب يتعالج فين؟ يتعالج فين يا استاذة؟ في أي مستشفى من مستشفيات المجاني. لا يا استاذة، ابعدينا عن المستشفيات المجاني. العاش بلاش، مات بلاش. أنا اتلطمت، أنا شفت، أنا عارف الدنيا ماشية على إيه. يعني مصمم تعالجه هنا؟ بمساعدتك برضه. بمساعدة ربنا، تأكد إني هعمل كل جهدي. بس أنا خجلان أقولك إن النظام المبرة لازم تدفع مصاريف العلاج يوم بيوم. ربنا كبير يا استاذة، مش هيتخلى عني أبدا. طيب هات الولد وتعالى معايا. مساء الخير يا ست فاطمة. يسعد مساك يا معلم. انا بعت القهوه كامر المعلم، وادي ال 160 جنيه اهم، وبكره هفوت عليك في وش الفجر عشان تاخدي اول قطر. طمني على الواد يا معلم، قال لك شيء ومخبيه علي؟ اطمني، بكره هيخف ويبقى بوم. ده انا عندنا الحكم تقدموا قوي، ايدهم بلسم، خليك مع الله ونعم بالله يا معلم. بكره من بدري يا ست فاطمه. قول ان شاء الله. ان شاء الله، اتمسي بالخير. يسعد مساك. رزق ولد حبيبي، بخير يا بلاي؟ بخير يا ماما. بخير يا حبيبي. فاطمة، هات الفلوس بقى علشان اروح اقابل الست المديرة. طيب براح. ايه؟ ايه؟ انسرقت يا ربيع، سرقوني ولاد الحرام. يا خبتي يا نكدي يا ويلي. عشان يا ماما عيوني يا حبيبي. نفسي امشي زي العيال التانيين، اشمعنى هما بيجروا يا ماما وانا لا؟ ان شاء الله يا حبيبي بكره تجري وترمح وتبقى احسن العيال التانيين باذن الله يا حبيبي. وتاخدني القهوه معاك يا بابا، وافضل اجري واجري واما اتعب اجري كمان. اذا رزقي ما خف يا ربيع بكون انا سبب موت. اقتلني اقتلني وغيرها يا ربيع، اقتلني. الست جت؟ جت. فاطمة، تعال سلمي على الست المديرة. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. مالكم؟ في ايه؟ لا مفيش. الفلوس اللي حالتنا اتسرقت. مسكين، وهتعمل ايه؟ ابني هيتعالج هنا. انا متباشر بوجودك جنبه. ما يكونش عندك فكر، ابنك زي ابني تمام، وانا هعالجه على حسابي. كتر خيرك. هصرف عليك 100 جنيه بقلب. انا هجيب فلوس. فلوس ايه اللي انت عاوزها؟ فلوس سلف. سلف؟ يظهر انك غلطان يا حضرتك، هنا مش محل رهونات. الله، هاني وكمان بتناديني باسمي؟ ده انت جريء قوي. انت تعرفني منين؟ زي ما انت بتعرفيني. انا نسيت. انا كمان كنت نسيت، وكنت اتمنى افضل ناسي على طول. لكن انا محتاج الفلوس، انا عايز فلوس. هو انت اللي اسمك ربيع؟ اللي كان عندي، اللي كان بيشتغل هنا. انت؟ لا حول الله، وعامل في نفسك كده ليه؟ مالك متدهول كده؟ هتسلفيني فلوس ولا لا؟ تكونش اتجوز؟ هاني، أنا كسبت كتير ومستعد أكسبك أكتر. يعني عاوز تشتغل عندي؟ أمال أنا جاي ليه؟ أشتغل عندي أنا يا ربيع وتبقى ملكي وما تهربش مني تاني. هاني، لو ساعدتيني أنا مش هنسالك الجميل ده طول عمري. أنا يهمني أساعدك يا ربيع. هاني، لكن للأسف كل المحلات اللي عندي مشغولة. ولا مطرح ليا يا هاني؟ لك انت؟
ربيع. تعال. خد ده علشان. ايه ده؟ بابا. الايد سرقت. الايد نهبت. لكن عمرها ما هتتمد ابدا. طول عمري مش همدها. انا اكتر منك. انا اكتر منكم كلكم. ربيع. 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 سيبيني. سيبيني. مش ممكن تسيبك ابدا. انا دلوقتي اكدت انك بتحبني. انت بتحبني يا ربيع. انا عايز فلوس. عايز فلوس. انا هديك كل اللي انت عاوزه. بس ما تبعدش تاني. ما تبعدش. مين ده؟ ده ربيع. ربيع؟ ده حلم ولا علم؟ ازيك يا بكر؟ أنا مش دايما كنت بقول لك يا بكر إن ربيع مش ممكن ينسانا. تعال يا ربيع. اقعد. اطلب لنا قهوة يا بكر. تعالي. مين؟ سي ربيع؟ اشتاتك اشتاتك. دستور يا مباركين. قهوة يا علي. حاضر. قهوة وويسكي وشربات وكل حاجة. هندي هندي. يا أختي وأنت ما تبطلش حشرة أبدا. أمال عايش إزاي؟ صنعتي يا حبيبتي. حد يستعر من صنعته؟ طب والنبي تظبط اللي انت حشره ده وتسمع خبر لسه تازه. يتاكل؟ لا يتشارك. ربيع يا مدهور ربيع. ماله؟ شرف وقعد عند الست جوزه. ربيع؟ اه. فين ربيع؟ بالحضن. بالحضن. يا حته بالنن عين النن من جوه. اهلا اهلا ربيع. فينك يا اخويا وفين لياليك الحلوه؟ وفين كهاتك الهايله اللي بتشعل النار وصوابعك اللي تتلف في حرير؟ موجودة يا هند وهتلعب معانا الليل. كده يا ست انصر دينا. والشروط اللي عاوزها ربيع. شروط؟ شروط ايه؟ اسأل. شروطك ايه يا ربيع؟ قوله على كل اللي انت عاوزه. مش عايز العب بالوجه. انا عايز اخد بالمية. ويكفيك كام؟ التلت. التلت؟ صح النوم يا جدعان. ايه كتير؟ كتير يا ربيع. هتدفع لي حاجة من جيبك؟ أنا هلعب وحب حل هيلعب معايا وعلى قد ما اكسب اخد نصيب. عداك العيبة ربعبع حل. اسكت أنت. سكت. الربع كفاية. ده حكمك يا بكر. الأصول. وأنا قابل. اتفقنا. مبروك يا ربيع. مبروك. بس الهدوم دي بقى كله هيتغير. هدوم الشغل جاهزة. تعالى معايا. تعالى. تعالى يا حته من نن عين النن من جوه. تعالى رجع الهوى تاني. اهمل الهوى يا
من بره تاخد فلوس علشان علاج ابني؟ الفلوس اهي وادهم وادهم، وكل يوم هجيب فلوس، هجيب فلوس كتير، بس انا عايز رزق، عايز رزق يمشي تاني. ان شاء الله هيخف. كوبايه ليمون للاستاذ. متشكر، انا شربت كتير. بالعكس، انا شايفه ان اعصابك مضطربه ومحتاج لاي شيء علشان يهديك. اتفضل استريح. تسمح تكلمني بوضوح؟ أنا تحت أمرك يا أستاذ. أنا مش هكلمك بصفتي مديرة المبرة، بالعكس أنا هكلمك بصفتي أختك، ده إذا كنت تسمح. يا سلام يا أستاذ، ده منتهى الشرف. أنا تحت أمرك، أنا خدامك. استغفر الله، أنت أخويا يا ربيع، وعلشان كده عايزاك تجاوبني بمنتهى الصراحة. أوي أوي يا أستاذ. أنا قعدت مع الست بتاعتك مدة طويلة، واتكلمنا كتير، وعرفت عنك كل حاجة. أنا؟ قالت لك حاجه عني؟ اللي قالته لي عنك انا لمسته فيك من اول نظر، انك انسان طيب، تحب بيتك، تحب ابنك، وبتضحي علشانهم بحياتك. انا ماليش غيرهم يا استهاني. ايوه، لكن اللي شفته امبارح غير اللي شفته دلوقتي. شفتي مني حاجه لا سمح الله؟ انا ماليش اني اتدخل في شؤونك، لكن الصراحه اللي كلمتني بيها الست بتاعتك، حالتكم المتوسطه اللي انتوا فيها ما تتفقش ابدا مع الفلوس اللي رميتها قدامي رمي دلوقتي. اسمح لي اسالك حاجه، انت لك مورد رزق غير قهوتك اللي بعتها في الفيوم؟ كان ليا شغله في مصر، سبتها وبعدين رجعت لها تاني. والشغله دي تدر الربح ده كله في المده البسيطه دي؟ واكتر. شغله ايه دي؟ السوق مليان يا استهاني، وكل انسان وله مهنته، والشاطر اللي يلحق. انا ما غصبتش حد، انا ما سطتش على بيوت الناس ابدا. أنا كسبت الفلوس دي هيت بشقايا، كل قرش فيها تعبت فيه، جايبه يا استهانم بعرق جبيني. ما دمت بتجيب قرشك بعرق جبينك ومن طريق شريف، تأكد إن ربنا هيبارك في رزقك. معلوم يا ست، ذو حق نفسه تكبر علينا، كل يوم يقبضهم قد كده على قلبه ويروح، مين زيه؟ وأنت إيه اللي مزعلك؟ نصيبه في اللعب وبياخده. مش ده اللي اتفقنا عليه؟ انا ما اتفقتش، انت اللي وافقتي. واذا طلب زياده هديله كده واكتر. وليها بقى بالمفتوح، انا مانيش مغفل، انا عارف اللي فيها. في
ده اللي فيها يا سباعجة. عارف ان الحب كبش قوي، لكن على مين؟ انا انسفه. اي اهانة الربيع هتخليك في الشارع. تطرديني علشانه؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبني. صباح الخير. صباح النور. ها ازاي ابني النهاردة؟ انا كويس، بس انا عاوز اقول انا ليه ما بقومش يا ماما؟ ان شاء الله بكرة تقوم يا حبيبي. شايفة ايه النهاردة يا حضرة المدير؟ على القوي يا ست فاطمة، اتكلي على الله ونعم بالله. تسمح تيجي معايا؟ شوف يا ربيع، الدكاترة هنا عملوا كل اللي يقدروا عليه، لكن يظهر ان اهمالكم في علاج الولد من الاول وصلوا الى درجة مخيفة، وانا خايفة ان العلاج هنا ما يفيدوش. قصدك تقولي؟ كنت فاكرة ان بالامكانيات البسيطة الموجودة عندنا نقدر نقاوم، لكن مع الاسف المبرة ما فيهاش الاجهزة الكافية علشان نعالج المرض الخطير ده. طب لما ما فيهاش هتحلها ليه؟ الحقيقة مرة يا ربيع، لو كانوا اغنيائنا اللي بيضيعوا فلوسهم في القمار وفي الخمرة يمدولنا يد المساعدة كان ممكن نقاوم، لكن اغنيائنا فقراء جدا في فعل الخير. وبعدين ايه العمل؟ ايه العمل؟ انا اشوف انك تاخد ابنك وتسافر اوروبا. اوروبا؟ ده رأيي. لكن السفر ده يحتاج لمصاريف كتيرة. طبعا مصاريف كتيرة جدا، وافتكر تقدر تدبر نفسك. طب اذا تأخرت اسبوع في خطورة على الولد؟ الاعمار بيد الله، لكن كل ما تسرع يكون احسن. انا هتركه في رعايتك ورعاية ربنا لحد ما ادبر المبلغ. اسبوع، اسبوع واحد بس. انا سرجي. حضرتك كارت واحد اتفضل. وانا جوز 200 جنيه 15 150 اصل. انا فاضي. اشوفك يا عمري. ورقك. انا عندي 4-8. ايه فول ما يكسبش يحرق ميتين ابوه، امال اللي يكسب ايه؟ العدس. ما شاء الله عيني عليك برد، بقالك اسبوع وانت نازل حر. تعال انا اخفى عليك. ما تتصورش قد ايه بفرح لك يا ربيع، انا يهمني ان اشوفك اسعد الناس، لكن يا خساره. غير ده مكسب؟ انا ما كسبتش منك حاجه ابدا. يا نهار ابيض، والفاصوليا دي كلها فلوس؟ كل الفلوس دي ما توزيش عندي كلمه واحده منك. انا عمري ما خدعت لحد، عمري ما اعترفت بحاجه اسمها حب. ياما ذلت ناس، ياما لعبت بعقول ناس، ما حدش قبل. لكن انت يا متكبر يا عنيد، ذلتني، حطمتني، سقتني من الكاس اللي كنت بقتل بيها ضحيتي، عرفتني طعم الحب فحبيته علشانك. انا بحبك يا ربيع. ربيع تعال يا هاني. ما تسيبنيش يا ربيع، هنا بيتك، هنا كل حاجة تحت أمرك. قلت لك يا عالي، ده بكر صاحبي. بكر ملوش عندي حاجة أبدا، ده عكاز بخوف بيه اللي يخوفني. لكنه بيحبك. ينفلق. أنت اللي شجعتي، لو فقدك هيفقد حياته. حياته ما تهمنيش. لكن حياته تهمني أنا. بكر صاحبي، والصاحب اللي يدوس على صاحبه علشان حرمة يبقى مش راجل يا عالي. لكن أنا بحبك. هاني، أنا مش عايزك تزعلي. انت اختي يا هاني، انت في عناية الاثنين. صباح الخير يا ست المدير.
ازاي رزق النهارده؟ شد حيلك يا ربيع. ما بيردش على حد. اعملي معروف، تعالي معي يمكن تقدري تخرجيه من وحدته. بابا انت زعلان ليه يا بابا؟ انا خلاص خفيت، بمشي على رجليا، بلعب مع اولاد كتير، انا مبسوط هنا قوي يا بابا مع اصحابي، لكن انا شايف عندكم اولاد كتير بتعذبوا ومش لاقيين اللي يخففوا ولا يسكتوا. اصرف عليهم انت يا بابا، والنبي خففهم انت يا بابا، وانت اعمل ابوهم عشان ربنا يحبك يحبني. انت الحقيقه مره يا ربيع، لو كانوا اغنيائنا اللي بيضيعوا فلوسهم في الخمره وفي القمار بيمدوا لنا يد المساعده كان ممكن نقاوم، لكن مع الاسف اغنيائنا فقراء جدا في فعل الخير. الدنيا فانية، محدش واخد منها حاجة غير الكلمة الطيبة وعمل الخير. ربنا سايبني في الدنيا دي ليه؟ أنا ماليش فيها حد أبدا، أنا مش عايز أعيش فيها. سايبني ليه يا رب؟ سايبني ليه؟ ربيع حرام يا ربيع، ما تقولش ليه يا رب، قول سامحني يا رب. كان عندنا ولد وربنا اختار، هنعمل إيه؟ ربنا جاب وربنا أخذ وربنا عليه العون. ليه؟ ليه ما خدنيش أنا؟ سايبني ليه؟ ليه؟ ما تعترضش على حب الله، فيه أولاد كتير بيتولدوا في الشارع ويموتوا في الشارع من غير ما يشعر بيهم حد، محرومين من عطف الأم وحنان الأب. اسعدهم واخدمهم في شخص ابنك رزق يا ربيع. سمعت الكلام ده فين؟ الفلوس دي ما بقالهاش لزوم عندي. اتفضلي اعملي بيهم مباره كبيره، هاتي المعدات الناقصه اللي لو كانت موجوده ما كانش ابن رزق مات. مش عايز اشوف ابن عيان ولا محروم. انا شاعر بالغلابه دول اكتر من اي واحد تاني. الفلوس دي مش كفايه، ما يهمكيش، انا هجيب لك فلوس، هجيب لك فلوس كتير، فلوس فلوس. ربيع فين اللعيبه يا ست؟ مستنيينك. واديني جيت. غيبه طويله قوي. اسبوع واحد بس. وقلبك جابك؟ الحقيقه لا. امال سبتنا ليه؟ انا ما سبتكوش، كنت بدرس مشروع رسمته في دماغي. لا احنا هنفضل واقفين كده؟ حضر العشاء يا علي. جاهز. ايوه انا في عرضك يا علي، اسعفينا بالعشاء لحسن، انا خلاص قربت اشهر. انا مش هاكل عندك ولا لقمه الا اذا نفذت مشروعي. وانا امتى كسرت كلامك يا ربيع؟ كل طلباتك بدا ما بقاش ينفعني. انا عايز نادي، عايز نادي كبير في بكره، بكره روليت لعب
خمره راس. عايز كل طوبه في النادي تجيب ذهب، تجيب فلوس فلوس. أربعة أرواح. أنت معاك أربعة هاس. حدا. تشتغل معايا. مال يا بيه. استعد لنا. أقدم لكم مدام هاني صاحبة الكلوب. تشرفنا. سهلا. دول اللي أقدر أعتمد عليهم. اسمعوني كويس. شايفين النادي ده؟ هيبقى فيه ثلاثة زيه في البلد. كل اتنين يمسكوا نادي، يقابلوا الزباين ويبسطوهم ويريحوهم ويقضوا لهم كل طلباتهم. المهم عندي الدبح. عارفين الدبح يعني إيه؟ أنا عايزكم تدبحوا. عايز فلوس. عايز أكبر كمية من الفلوس تقدروا تجيبوها، وهديكوا مش 10% ولا 20%، أنا هديكوا 50%. 50%؟ على قد ما تدوني أديكوا. يا اخينا لم فلوسك ولا تزعلش. ايه بفيش احترم كلمتك عيب. البنكير كسبان الفوق. انتوا كلكم حراميه. اخلص كلمه حراميه دي ما تتقالش كده ارتجالي. لازم قبل تظبطه بيسرق وبعدين تبقى تدوسه بجزمتك. لكن دي مش فلوسي، ده مهر بنتي. ولما هو مهر بنتك جاي تلعب بيه ليه؟ طبعا ازوده. الترابيزه اللي بتاخد بتدي، فاهم دي ولا لا؟ لكن مهر بنتي مش شغلنا احنا. ده مهر بنتك. انا انتحر. روح انتحر بعيد عن هنا، اللي زيك ما هوش راجل. يلا يلا يا حضرات اتفضلوا. متشردين. أنا تبت على ايديك. تبت؟ أنا تهمني بإيه تبتك؟ انحرق بجاز. أنت إيه أنت؟ أنت ولا حاجة يا مجرم يا نتل يا جبان. إذا كنت هعطف عليك أنا هعطف عليك علشان الأولاد اللي أنت سايبهم، الأيتام اللي مالهمش أب يدور عليهم. اتفضل. اتفضل. هذه 200 جنيه مهر بنتك. إيدك يا بوس. روح روح. روح وما ترجعش. روح. في الوضع الرسمي ده جميل جدا يا باشمهندس، بس احب اوضه العمليات بقى تكون على احدى الصراط. امرك. انا مش عايز اوصيه بقى المشروع مشروع كده، مفيش ادنى شكل يا استاذ. مش عايزه تصدقيني؟ يستحيل اصدق. انا مستعد اوريكي بيته ومراته والعماره الكبيره اللي بناها من دمنا. ربيع اتجوز. هو في زيي، انا اللي بحبك، انا اللي بتمنى رضاك، انا خدامك وحعيش طول عمري خدامك. ولهالي بقى يا هاني قولي لي بحبك يا بكر. ربيع انا عندي خبر هتنبسط منه قوي النهارده. خير ان شاء الله. جهاز صاله للاطفال اللي طلبناه من امريكا وصل. كده ده خبر عظيم جدا. انا كمان عندي خبر هيسرك خالص. ايه؟ شركه شاهر اتبرعت انها تفرش عنابر المرضى كلها. دي عطفه نبيله يشكروا عليها. ما تقدرش تتصور قد ايه انا سعيده النهارده. الامل اللي كنت عايشه بيه واللي كنت فاكره انه حلم
اتحقق بفضل مجهودك الشخصي. يا استاذ ربيع ربنا يكفيك. بس هانم ده كتير. مش كتير ابدا، واقل ما يمكن اننا نعمله هنخلد اسمك واسم اصدقائك في لوحه الشرف. لا الطلب ده مستحيل. ليه؟ ايه وجه الاستحاله؟ حاكم، اصدقائي اللي ساهموا معايا في المشروع بفلوسهم زي. لكن ده راي مجلس الاداره. شوفي حضرتك، انا ما اعرفش مجلس اداره ولا غيره، انا اعرفك انت. انت وعدتيني وانا متمسك بوعدك. طيب على الاقل تحضروا حفله الافتتاح. لا، ما هو اصدقائي ما بيهتموش بالحاجات دي. وانت يعني انا اللي فلوطه؟ ايه؟ لا قصدي يعني انا اللي هخالفهم في رايهم. مش ممكن، لابد من حضور. وانا كمان راح اعمل حفله شاي بسيطه علشان الجماعه العمال اللي ساعدونا لوجه الله. لازم تيجي وتجيب الست فاطمه معاك. مراتي؟ اي. لكن يا هانم احنا ازاي؟ لاحظ انها ام رزق، وتاكد ان روحه هترتاح في السما لما يشوفكم انتوا الاثنين موجودين في المكان ده. انا منتظراك يوم الخميس الساعه 6. مع السلامه. الله يسلمك. ايه الجمال ده كله يا مراتي؟ عاجبك يا ربيع؟ اوي اوي اوي. حلو. اللي جوه احلى. ترهدينك هتكوني احلى واحده في الحفله. بس عايز بعد تصليحات. ايوه فعلا في تصليحات. هي الحفله الساعه كام؟ الساعه 6. لا ما يلحقش. لا انا مش هروح بدايه يا ربيع، انا هروح في السنة الثانيه. احسن. لو انت لقيته في البوسطه يا سيدي، لكن لا علي لا ختم ولا ورقه بوسطه. انا مضطر اسيبك دلوقتي حالا. على فين يا ربيع؟ في شغلانه مهمه جدا. طب والغدا؟ الغدا يمكن مش هقدر اتغدى معاك. اتغدى الساعه 6 اجي الاقيكي جاهزه. ها، مع السلامه. مالك؟ بقالها ساعة هي وربيع حاطين الأوضة عليهم وهاتية كلام. ساعة ما دخلت لهم القهوة دلوقتي لقيت بوسهم شبريه قاعد يشخط وينطر فيها. ولا أنت مجنونة؟ طب وإحنا مالنا؟ والشبريه هيخش. تعالى معايا. آجي وأنا خايف. ظبطي. أخرس. افتح وتقدم أنت الأول. لا خش أنت قبلك. أنت مش فاهمني يا ربيع. مش وقته دلوقتي. لما أخذ يا ست. اصل ضرس العقل بينقح عليا ابو، ونفسي اروح اقلعه عند الدكتور لكن خايف. وهتخافي من ايه؟ ما انا رايح معاك عند الدكتور. اروح يا ستي. الست مالها يا ربيع؟ انا عارف بقى قدامك، اسالها مالها. مالكم ضاربين بوز؟ ما توحدوه. سيداتي سادتي، أشكركم من كل قلبي على تلبية دعوتي المتواضعة، وأطلب من الله أن يجزيكم بقدر ما قدمتم من خير لبلادكم. أخواني، سألتوني مرارا عن اسم ذلك الجندي المجهول الذي ضحى بماله وصحته ومجهوده في إقامة هذا المشروع العظيم، ولكن هذا البطل الذي أراد أن يفعل الخير للخير طلب مني أن لا أبوح باسمه أبدا، وأجد نفسي مضطرة أمام إلحاحكم أن أقدم لكم المحسن الكبير صاحب الأيادي البيضاء الذي ساهم معنا في بناء هذا الصرف. هذا الإنسان النبيل هو الأخ ربيع عبد السلام. مش عارف اقول ايه، انما في الواقع دي فرصه جميله اني اجتمع مع ناس خيرين بيحبوا الخير. انا اسف يا جماعه. مين فيكم ربيع عبد السلام؟ انا يا فندم. تسمح تيجي معايا؟ على فين يا فندم؟ عندي امر من النيابه بالقبض عليك. علي انا؟ ربيع، ربيع عملت ايه يا ربيع؟ لا ولا حاجه ولا حاجه.
لا ما تتخضوش، مفيش حاجة أبدا. اتفضلوا معايا. اكتب يا سيدي. وعندما بدأ يتكلم البوليس يقتحم المكان ويلقي القبض عليه وأمر النيابة. طب القبض إيه؟ هنعرفها حالا، مفيش حاجة تتخبى علينا. وراه. يلا بينا. مديرة المؤسسة وزوجة المتهم موجودين بره. مفيش مانع، خليهم بره، يمكن نحتاج لسؤالهم. اسمك ايه؟ ربيع عبد السلام. سنك؟ 45 سنة. صنعتك؟ مدير كلوب النجمة. قمار؟ مرخص بيها يا فندم. مالكش مهنة تانية؟ لا. ليك سوابق؟ سابق تشرد. دخلت فيها السجن طفل، خرجت منه راجل. تعرف دول؟ عايز المعرفة. زملات الصغر. اي والله يا فندم، زملات الصغر. اتفضلوا انتوا لما عوزكم دهلكوا. استنى انت. ليك صله بواحده اسمها هاني؟ هاني؟ طبعا يا فندم. دي صاحبه المحل اللي بنشتغل فيه احنا الثلاثه. ما كانش فيه بينك وبينها صله تانيه؟ قصدي صله حب. حب؟ ما عمري ما عرفت الحب. بكر بيقول ان كان بينكم ومن بعض غرام اكيد. بكر؟ بكر دعاله صغير. قل لي، انت شفت هاني النهارده؟ شفتها حوالي الساعة 4:30. لوحدكم؟ وحدنا لا، كان معانا هندي وعليا جابت لنا قهوة. وبكر؟ بكر لا ما شفتوش، ما كانش موجود. لكن هو بيقول انه شافك وانت خارج من عندها، ولما دخل البيت لقاها مقتولة. مقتولة؟ هاني مقتولة؟ المنديل ده تعرف صاحبه؟ أيوة يا فندم، ده منديلي وعليه الإنسيال بتاعي. وإيه اللي جابه في أوضة نوم القتيلة؟ لا يا فندم، أنا سبتها وكانت في أتم صحة. يعني لو كانت هاني شافته بعد خروجك مباشرة، مش كانت شالته؟ يا فندم، أنا ما قتلتهاش وأكد لك. حصلش بينك وبينها مشاجرة؟ لا ما حصلش يا فندم ابدا. عليا قررت انها دخلت عليك، لقيتك في حالة هياج وبتقول لها انت مجنونة، حصل؟ ايوه حصل، ده حصل يا فندم، لكن ده علشان كانت هي هترتكب عمل جنوني. اي عمل؟ اقول لحضرتك، الجواب ده وصلني منها النهارده الصبح بخطها وامضاها. ربيع، لقد تلقيتك في منزلي فقيرا شريدا فريد السجون، فآويتك فكنت لي المخلص الامين. أحببتك ووددت أن تكون لي وحدي، توسلت إليك مرارا أن تهبني قلبك، ولكنك رفضت لاعتقادك أن صديقك بكر يحبني. حاولت أن أقنعك أنني ما أحببته أبدا، ولكنك احتقرتني حرصا على صداقتكم ووفاء لشخص لا يستحق الوفاء. إنني أحيي فيك رجولتك. ربيع، لقد عرفتك على حقيقتك، فسر في طريقك الذي رسمته واهنأ بزوجتك وعملك المشرع. أما أنا فتأودع الدنيا بما عليها، إذ لا غاية لي فيه. المال وقد ذهبته، الحب وقد فقدته، وداعا يا أعز صديق. هاني. إيه رأيك في الكلام ده يا بكر؟ أنت ما كنتش بتحبها يا ربيع؟ أنا يا بكر؟ دي إحنا واكلين عيش وملح مع بعض. المسدس ده أنا في حتة مستخبية في الجنينة. تعرف حاجة عن المسدس ده؟ لا. وانت؟ انا عمري ما شلت سلاح يا فندم. ارجوك يا حضرة الرئيس، المسدس ده بتاعي والرخصة بتاعته موجودة معايا. كان اتسرق منك؟ لا، كان اتاخد مني. فين؟ ما هو اصل من مدة طويلة قوي انا كنت مصاب بداء اللعب، لعب القمار. في ليلة من الليالي خسرت كل فلوسي في كلوب النجمة. حصلت مشاجرة بيني وبين الشخص ده وهو اللي خد مني المسدس. انت كذاب، انا ما شفتكش ولا اعرفكش. ازاي الكلام ده يا بكر؟ انا افتكرت الراجل ده دلوقتي. مش هو ده اللي انت سرقت في مهر بنته على ترابيزه القمار؟ كنت موجود ليله الحفله دي؟ كان موجود فعلا، والدليل على كده ان انا بنفسي رحت له تاني يوم علشان اطلب منه المسدس فرفض. كنت فين النهارده الساعه 4:30؟ كنت في الجيزه. وازاي تبقى في الجيزه وتشوف ربيع وهو خارج من عند هاني مصر الجديده؟
انا ما اتهمتوش، ما قلتش هو اللي قتلها، لازم هي انتحرت. وايه اللي عرفك؟ مش بتقول في جوابها؟ وايه رايك بقى يا بطل ان الاصابه من الخلف يعني بفعل فاعل؟ تقدر تقول لي مين هو الفاعل؟ فاعل شفت ربيع وهو خارج عند هاني؟ لا. دخلت اوضه نوم هاني لقيتها مقتوله؟ لا. امال مين اللي قتلها؟ اللي قتلها اللي قتلها انا. خدوا عليه. انت تقدر تروح. شرفوا الكل في انتظارك. انا؟ ايوه انت، انت صاحب الفضل الاول ولك المكان الاول. لا استاهل، اللي زي مش هيكون له مكان اول ابدا. انا ماشي، كل اللي طالبه من ربنا انه يغفر لي. انا سايب الامانه في رقبتك. نشوف وشك بخير. على فين؟ على الفيوم، قهوتي هناك مستنياني، قهوه الاعتماد على الله. يلا